لمزيد من التفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الهيئة السورية للإنقاذ الدكتور أسامة الملوحي من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. حياكم الله دكتور. كيف تفسر الضربات الجوية التي استهدفت مطار المزة العسكري، ومن المستهدف منها؟ نظام أم طهران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الضربات هي ضربات في الأغلب إسرائيلية، تستهدف كل ما تستطيع إسرائيل رصده من أسلحة بعيدة المدى أو أسلحة نوعية هي لا تريد في محيطها أن يكون هناك أي سلاح بين قوسين استراتيجي بعيد المدى بأيدي أي كان، يعني لا تريد أن تكون هناك أسلحة مؤثرة على عمق فلسطين المحتلة بأيدي لا حزب إيران ولا إيران ولا حتى بشار الأسد. هذا أمر استراتيجي إسرائيلي قديم مستمر لا يتوقف، ولكن لا يجب أن لا يفهم منه بأن إسرائيل تريد مثلا إطاحة بشار الأسد. الأهداف قرب مطار المزة التي تستهدف القصور الرئاسية لبشار الأسد وأماكن وجوده هي ببساطة مسجلة ومرتبة ومنظمة بكل ساعة عند إسرائيل، وتستطيع لو أرادت أن تقصف هذه المناطق وأن تقتل بشار الأسد. الحديث عن التواجد الإيراني الذي يتعزز في سوريا عسكريا واقتصاديا أيضا بالإعلان عن اتفاقية عن إنشاء سكة حديدية تمتد من إيران إلى سوريا تمر عبر العراق، ما هي الاستراتيجية الحقيقية برأيكم التي ترسم طهران لتجسيدها في ظل الأوضاع الراهنة؟ يعني هذا الخط الحديدي فيه كلام كثير. أولا، أن لماذا لم يذكر أنه يمر ببغداد، وأنتم تعلمون أن هناك خط سكة حديد بين البصرة وبغداد. نعم. وبين البصرة والقائم، بين بغداد والقائم، ويستطيعون من هناك أن يكملوا هذا الخط. فأنا لا أعلم أن الأخبار تتحدث عن خط جديد من البصرة يمر عبر الصحراء في مناطق خالية إلى سوريا، هذا أمر مستغرب يجب التأكد منه. ولكن هذا الخط الحديدي، أين أمريكا في العراق؟ هل تعلمون أنه أكثر من 60 إلى 70 ألف جندي أمريكي في العراق، ما بين في السفارة، ما بين موظف، وما بين جندي حقيقي، وما بين تابع للوكالات الأمنية؟ إذن العراق هو قسمة ما بين إيران وأمريكا. يجب أن لا ننسى أن أمريكا إذن وافقت على هذا الخط الاستراتيجي، وافقت إيران على أن يكون لها امتداد باتجاه سوريا. نعم. يجب علينا أن نكشف النفاق الأمريكي وأن الدعاية الأمريكية ضد إيران زائفة مبالغ فيها. نعم. هناك ضغط إسرائيلي لتقليم أظافر إيران في سوريا، تقليم فقط، تقليم أظافر، وإيران تتجاوب مع ما تريد إسرائيل. نعم. ولذلك هذا الوجود الإيراني في سوريا هو بموافقة أمريكية وبتسهيل أمريكي أيضا. ربما نتحدث عن هذه الموافقات أو هذه الترتيبات على الأقل عسكريا، نتحدث عن مستقبل إدلب خلال الأيام المقبلة التي تستعد لعمليات عسكرية لو نربطها بالتواجد الإيراني بالعقوبات الأمريكية أيضا. باختصار، هناك أمر مهم جدا، إيران توفر العنصر البشري لنظام بشار القزم، وحتى للروس، الروس يقودون عملية الحسم العسكري وإنهاء الثورة السورية المباركة. العنصر البري على الأرض ما زال إيراني، ليس فقط كمستشارين وإنما كمقاتلين مغيبي الوعي، وحتى أنهم يستخدمون الحبوب وإلى ما هنالك. هؤلاء مشحونين بشكل طائفي، وتستخدمهم يعني روسيا، وتستخدمهم بشار الأسد من أجل الهجومات البرية المتوقعة على إدلب. ولذلك يعني هذا الأمر بكل وضوح، وأمريكا موافقة، تلمسوا التصريحات الأمريكية كيف أنها توافق على هذه العمليات العسكرية، غير أنها تعترض بنفاق على استخدام الكيميائي والجرثومي. إذن العمليات بموافقة من كل أطراف العدو، وأمريكا عدو ظاهر، ويريدون أن تكون هناك مذبحة في منطقة إدلب، ونحن نريد من المقاتلين، أن يخرجوا من المدن، يتحصنوا حول المدن، وأن يذيقوا العدو الخسائر الكبيرة بالأرواح. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، كنت معنا من مدينة إسطنبول التركية.